السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكل اصحابنا واحبابنا ومتابعينا. ان شاء الله النهاردة نقدم لكم مقطع صغير لغرفة نوم اطفال ابيض في لبني. زي ما حضراتكم شايفين كده الاوضة في منتهى الرقة والبساطة. ده السرير والملل، ده كومرينو. طبعا احنا من قلب كومرينو والادراج من جوه بنعملها بويا، يعني بنعمل معجون وبويا عشان برضو الملابس والحاجات دي يعني ما تبقاش مؤثره جدا. طبعا كومرينو عليه ازاز مطبوع كمبيوتر، طبعا عاملين رسمه تناسب الاطفال. وده السرير شغل بسيط جدا وسيمبل. ده الدولاب، ضلفتين، ضلفه ازاز وضلفه خشب. طبعا هو الديكور كده، بس انا دايما ما بفضلش الازاز يعني في الدولاب، بس هو طبعا ديكور الدولاب كده اللي جالي والطلب كده يعني. من قلب الدولاب برضو من جوه من الداخل برضو عاملينه معجون ولاكيه وبويا برضو عشان الهدوم طبعا لو الخشب ما يأثرش. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معمول لون لبني، الدولاب جميل جدا وما شاء الله. طبعا انا منتظر تعليقاتكم، لو في اي استفسار او اي شيء برضو ان شاء الله ارد عليكم. ما تنسوش تدعونا هنا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.